كلامه صامت ونزيدو تهينية تهينوه بوه 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 القليل كلامه صامت ونزيدو تهينوه بوه بوه الخماس تحبوه الخماس وليد الحرام تحبوه وما وتحترموه وتحترموه والرجلة تكرهوه وما تحبوا تشوفوا وجهه وتشوفوه بوه بوه الشهيد والمشاهد الواجهين الشهيد والمشاهد وصيته في الثلث الخالي وصيته في الثلث الخالي يرميطوه بوه بوه عشتوا في خير عشتوا في خير وتبعوا في عدوه عشتوا في خير الشهيد وتبعوا في عدوه يا الجزائر يا الحنينة بلاد سيدي عبد الرحمن بلاد الرجال. واش تطلب انت دركا اكزاكت واش الطلب نتاعك؟ واش نطلب انا ديريكتومون للوالي هاي للوالي. رساله الى الوالي هاي رساله الى الوالي ودك تهضر معاه وقاعد يسمع فيك والي ولايه عنابه انا مستثمر مهان عندي مشاكل وعندي اشكاليات تعرضت لمشاكل كبيره ما تفرزها غير انت يا سيد الوالي. اول حاجه انت كنت مدير تاع العمران كي نحطك الكواغ تقرا وتشوف المنكر اللي دايرينه هذا مش راح نقول دير لي السومة والله بروموتر اللي قاعد يبني في بطيمة أقل من تاعي هذه أول حاجة وتعرضت لمشاكل كبيرة وعندي مشاكل كبيرة ما حبيش فض يا سيد الوالي حبيت نقابلك على وجه ربي العالمين هاي أنا ما نعرفكش ما نقدرش نهضر عليك حاجة مش ملاحة بصح راني كتبتك ترواد ومنذ ديرس واحدة ما وصلت ما فهمتش خباهم ما فهمتش ما تقابلش انت ما فهمت حتى شيء والولاية قفلينها حاطين العساس هذوكم تاع الباب كيما يقولوا يجيب مواطن رايح البلاصة هانو يهز التليفون يعيط له لازم الاخر يرضى لا كان صحيبه يخليه عندي لا بس ما يعرفوش ما يخليهش عندي راهي مشاكل في الولاية تاع النبا كبيرة من العساس تاع الباب يرحم والديك العساس لكن حاب تخدم العساسة تاع الباب هذوكم اللي حاطينهم نحيهم حط واحد اخرى ولا ديرهم كل ثلاثة أيام جيبوا حيط من بلاصة أخرى نحي هذوك بدلوها ما هاي بدلوها روح حتى يرضى عليه هذاك المسؤول ما يخليك تعدي مشي غلط المواطن في ولاية عنابة ما كانش بريا قال لي ما نحطوهاش ما نركزيوهاش أنا دي ثلاثة تروالات الركوموندي ما كان حدش ها نجيب واحدة بالويسيد جيستيز دوك نجيب واحدة بالويسيد جيستيز هذا هو الحل اللي بزاف لازم نقابلك يا سيدي الوالي ونعرض عليك المشاكل اللي عندي بالك وقت تشوف اخويا لا عندي حق بدولي لا ما عنديش قلت يرحم ولدك على وجه ربي العالمين هاي زيد برك هذا وش فرغ قلبك يا اخويا لا ماليش يهودي انا ما قلتلكش يهودي بالله قلت لي فرغ الانش مازال لي صافي مازال لي وافي ها العزيز عندي يبقى ديما عزيز في الشان ورخيص ما نعطي له وقت فاهم مانيش انا سلموم انا مسلم وجهي ربي ما لا من اسلم وجهه لله وهو محسن له ما درش الشر بابا ما دار الشر ما خلقش بالشر وما جيتش لعنابة نلم الكراث من بعد نرقد وبعد وليت باش نرقد فوق منها ومن بعد وليت لاباس عليه لا بالحرام وبالرخص وبالقوانين الفقر فقر ديني عطاني ربي الفقر نعيش فيها دوكا هما نيتها مادام المفسدين سلام سلام ورحمة الله يا خويا مش من شباك فيديو ديريكت تهضر ما عنديش ما عنديش عندي واحدة في التويت راح نخيط خيط ما كانش شباك الى لابورتاسيون محبسينها لي زامبورتاسيون ما عندهمش انا نستناوكش من عام جديد ان شاء الله تدخل سرعه كيفاش تصيدوا الحوت بشباك مالا ما كانش ناقص انتم غير تخيطوا برك خيطوا تروح لصحة الحوات كل يخيطوا صح؟ ما كانش شباك ما كانش ما لازم يخيط باش يعاود يصيد نجيبوا الشباك ونخيطوهم نشريوهم من لابورتاسيون تاع الخارج هذاك الوزيلة تاع الشباك واش من عام حبيت نخدمها في التسعينات ونخلوني وراني خدمتها نرجع للموضوع دوكا دوما نيتهم المفسدين دوما تاع الاداره كيما نقول هم اللي يعطلوا في المشاريع دوكا الدوله تسني من فوق وتوصل لهنا في التنفيذ يعطلوا وعلى يعطلوا شتي فات التيران من يشهر دوكا وانا قاعد نسنى ما دوك تصب النوم تولي قرعه ما نحكيش غير على التيران تاعك نحكيو انا سيغتو لي نيفو في الجزائر مش غير على النابه شوف واش النيه تاعهم الهدف تاعهم لازم يتبدل النيه تاعهم لازم يتبدلوا العصا اللي من عصا حاسبوا نحي تحب تعدل البلاد في الدورة الجزائرية كان راح تلخوها قال له خوك زفاف قال له لا روح انا راح قلت لك راح تلخوها قال له بلى
بين قاعد روحوا باللي صافي يعني قانون سبحان الله مش انا دم هادوما هادوما ما يحبوا يديروا قانون يطبقوا على الناس كل مش اللي يسرق بورتابل تعطي له 5 سنين ولا 4 سنين ولا 10 سنين يقول انت يخرج برا تبع فيه على على الغرامة تاع الحبس اسمع غلطت غلطت لك اسمع قانون يتبقى على الاخرين حتى الاخرين يطبق عليه القانون يحكموه سرق نصف وكونترير الاخر اكثر يسمى قاعدينها في الدولة قاعدينها في الدولة باسم القانون باسم القانون يخلص اكثر ملا فيها حكاية لي زونفلوب ملا في بعضهم كي يمدوا مشاريع في بعضهم ما تداك باش تسني لا شوف اسباس بارجا بين واحد ما نعرف وينه وقال يقول لك اخدم الاسبوع سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ها مالا انت كي قاعد تهضر معاه باش كنت تهضر معاه الاول هذاك قبضوه ايوا راح حتى الحوت تاعو الفيديو قاعد يمشي بلا نهضر الناس تتفرج فو با نخلطوا هذا. كعبة 2528. أنا قلت أن الفيديو تاعي غادي ديريكت أنا منقص والو، مش كيما الآخرين تاع الصحافة هذوك. ربي يجيب الخير للبلاد وللعباد. ربي كل. هو العباد عنده هو دوره. اللي يحبش البلاد اسمها واحد مقطع. ما دام سقسيك برك ما عليهش بلا فيديو كان صور فيه هو ما تبانيش. وش شوف خلعتك بالعقل بالعقل هاكي تجي تدخل يسمىكم الحجة خلعتها قولي فول مارشي كي تدخلينا وش شوفي فيها هاكا الوضعية تاعو صوتك برك هاي ها ما على بالكش ملا من الظلمة للظلمة ها هيا خويا كملوا 5 دقائق هذيا وراه انا راح نولي اون ديري واحد راح نحمدي خويا اللي عازم ثاني هم الاولاد انا شبه هذا بوال هنا كلش حكايات ما تفضش لهنا في المرشي هذا فهموا نازك ها جزائر كان راكب على الاداره الشهيد اللي حكمت هنا وين يتباع الدود المساهل اللي خالصين وقاعدين في على بالي على بالي هنا هنا الدود هنا ما كاينوش وزير ما يصلح وزير يعين بكري كان المدير من عندنا فاهم درك الوزير هو اللي يعين المدير والمدير العام هو اللي يعين المدير اها هذيك تتنحى المحسوبيه يحبوا يديروا يخدموا البلاد كاين هنا كاين لا فونكسيون سوبريم لو غراف كيما يقولوا كاين ناس مختصين حياته كما يخدم في الشركه هاي الشيف سيرفيس تحطوا مدير راح ينجم يجري وعلاه عنده خبره ميدانيه وعنده خبره فهم من الاحسن ما قاعد نفهم انا اللي قراوه مال هما اللي ما هما اللي قراوه دما مال هما مش واحد جاهل ثم اللي قالين هما اللي يعملوا في الفساد لا مش درك القرايه موقال موقالي لا 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 درك كاين واحد ولد فاميلا ولد ناس كاين ناس تربى تربى عبد في الحلال وتربى ورباه والديه وكي سوقاري وندير لهم متعلم كان السرق يعرف الحلال يعرف كان يقدر يسرق في القرايه كان كل واحد كيما سرق حيره حيره سرقه حرفه شوف ماشي ممنوع ممنوع يحكموك برك ثم هما قراوا باش يفزدوا باش ما يتحكموش فهمني فهمني دوكا واحد نقولوا انا واحد سرق بورتابل يكون ما حسب لهاش لما يقول لك انا تخصص تخصيت سرق ايه سرق بورتابل سرق سلسله مسكين جاهل لا غير ما نقولوا حنا كاين حتى يونيفرسيتي كاينين ها نطلب الكلمه الشرع الاسلامي السرق ربي لو يروح بالكتاب يقول لك قصدوا السرق والسرقه قصدوا يده قصدوا لبنه اللي قاعد يسرق قصدوا اليسرى ما يتكشفها لا لا ضربات رجله قصدوا يديه ورجليه باه صح بالشرع الاسلامي كي يقف قدام القضاة يبحثوه السيد هذا جام يسرق اول مره سرق من عائله شريفه ماهوش بوندي وعلاه سرق توصل يسرق تبعتو يقرا فورميه تبعتو يخدم يعالجوها يرحم ولدك تعالج الامر مش دخلوا طول الحبس والمشكله هذا المشاريع اللي قاعد يخدموا فيها في التيران اي واش نقولوا عليهم سرقه
غش. بقول لك كاين مسكين يخدم لك الطريق يخدم لك الطريق كيما هذا ما قاعد يخدم في الطرقات. كيفاش يدخل في القدران؟ هاي صارت وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دوكا تلقى مسؤول وانسان محترم تشوفه في المسجد حتى في الفجر في الصف الاول في الظهر ديما تشوفه يصلي. وهو تاع رشوه وخبير ومحترم. وقت عمر بن الخطاب جا كان انسان حكموه يسرق انسان محترم وعاقل ومتربي وحتى السوارد عنده لبس بيه يعني الكفاءة تاعو لبس بيه ماهوش جيعان ولا عريان ولا. أما عنده دراهم يسرقوه. سامحني. كي حكموه يسرق شافوه الشرطة، الشرطة شكون الشرطة؟ دارها عمر بن الخطاب. يعطيك الصحة، أول واحد هو عمر بن الخطاب يعمل الشرطة. لا، دخلوا للحبس. شريط كان يعمل شريط. شريط يعلقوه باش يبانوا. دخلوا للحبس، كلوه شربوه طلوا فيه ما تضرب حتى نقيموا عليه الحد. جاو الناس اللي زانترفونسيون، من بكري كاين الانترفونسيون. جاو صحاب وأحباب وعمر كيما السيد هذا محترم، بينما أنا حكمت ولدي زنا 80 جلدة. كي نقصت ال 20 جلدة على 100 قال لي جلدة ومات قلت له كملها له حكمت بالحق حتى في ولدي وحكمت عليه مات وقبلت على الشرع باش ربي يرضى عليه ونكون قاضي سردير فوق الأرض نخدم قد قد ما لا هكا لا هكا زادوا جاوا زادوا جاوا قال لهم روحوا سقسيوها أول مرة سرق ولا لا الإنسان ذو حكمة كي بعد مرة سيدي قلق عليه صوت كي راحوا سقسوه قال لهم بليزيار فوا قال لهم وربي اللي كشف هذو ما راح يتكشفوا هاري باري صحت اللي قدم يفضح ناسه بعد الكشف والفضح يظهر ذب الحزوة واللي عاش يلماح يسيخ الطول من ساسه مرحوا بفكر ونجاع شارك الطورة وبيه استقلت ناسه نواب الاستقلال يسعد ويرتاح جاي فرفر مصاب نجلاح قا حاصل في مقوه ومعاشه الجمل داروا السباح والبهيم زينون ونعاسه سيد السباع قالوا جاح ما كان مرضو عراسه الرجل رجل الكلام نحسوا الاشباح وقيمة المحل رخاصه شبابنا هاجر عنا وراح قصد الغرب وجناسه ليه القرب في البتاع باهي العافي راسه في الغرب صاب روحو مرتاح من عسلو بيدو الناس من عسلو بيدو الناس سبحان الله العظيم كيرو ولا كيرو الغرب ولا يخدم وكاين اللي يكون وكاين اللي يدار في الغرب صاب روحو مرتاح من عسلو بيدو الناس سكنوا القضاة وسطاح ملكوا ما كان الناس داو الديار تاع الناس لي زابورتومون تاع الزوا ولا دوا لبس بها من كيس كيس ومن واحد يديه السوسيال سكنوا القضاة والسطاح وملكوا ما كان الناس داو الفايدة والرباح والمالك ترتغباسه غير الطغطاس والسرقة والقوادة والطحير ودعاوي الشر والمالك ترتغباسه فاهم يلا سكنوا القضاة والسطاح وملكوا ما كان الناس قلب عنا الزمان وراح والحرير كترو عفاسه كان بكري كان يرقد يلم يدخلوا العنابة الجزائر كاملة المدن الكبرى كرتونة باش يرقد يلم الكرتونة ما يرقد فوق منها صبح مسؤول وتصبح دومال ودوشاه وش راح تربح منه واذا خلق في الشر يموت في الشر يقعد ديما يتفكر الشر هذاك شو استغفر الله يا ربي يا ربي يظلمه جماعة شكارة دوما كان يرقدوا كان يعرفهم والله كانوا فوق الكراتن والله يلموا الكراتن باش يرقدوا في الليل دوما جماعة شكارة دوما كاين كاين دخلوا العنابة يرقد فوق الشر يعني لا فونجونس كونتر البلاد كونتر العباد العباد والبلاد فاهم سكنوا وطب عنا زمان وراح والحرير كترو عفاسه يا الله قلت داو الفايده ورباح والمال كتر تغمسه تغمس هذا وين في الاداره كما نقولوا بروجي بزوز ملاير يولي ب 10 ملاير ما كانش لي حاسبه بخي قال لهم الكلمه تاع عتيقه قلت لهم طق على منطقه نهضر فيها بالشر انا فرعون ربي ذكره في الكتاب بالشر اللي دار حتى بوتفليقه دار الشر نذكره بالشر المهم لك مات خليني يا ودي لا مات ما والو يا ودي خليني يخلص كيف فرعون لكن مات عند ربي سبحانه بينه وبين مولاه سكنوا القوضة وسطاحوا ملكوا ما كان الناس داو الفايده ورباح والملك ترتغ ناسه يا الله اطلق المظلوم اللي مسجون في حبسه ويسر عنا الجرح اللي في قلبه غمق احساسه بعد التحيه والسلام ناداه الحراك وناسه فاهم وصلت على النبي العدلان وتباعوا جناسه نوري اسمي الفهام الميم مرة والأليف سقط الدال وفي الدال درت السلام والجاحد ما هو كما الناس كي لحق المرحلة هذيك تاع الموت فأصبح بصره حديد يشوف الحقيقة ويعرف مكانه ويعرف الدور اللي عمله اسمح لي ربي ربي سبحانه كاين ناس تكرهم في الكتاب بالخير وكاين ناس تكرهم بالشر قال يدير في الشر احنا شهداء عليه يوم القيامة احنا شهدوا عليه